الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على المصطفى. اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا، فاجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم لا علم لما علمتنا اياه سبحانك انك انت العليم الحكيم. بنبدا الفصل التاسع مع بعض بسهام القدر. اول مره يحزن الصبي ويعلم ان الحزن هو ما ينشق منه القلب. علم الصبي في هذا الفصل ان الظهر كما يكون حلوا يكون مرا. الظهر زي ما بيكون حلو بيكون مر، وذلك لما نقوله. كان للصبي اخت في الرابعه الراضحه من عمرها، فكانت تبتسم ببعض الصفات التي قلما ما نجدها في طفله في عمرها، فكانت قوية الخيال والبيان وفصيحة اللسان وعذبة في حديثها. عندما تلعب فهذه اللعبة رجل وهي امرأة، ودي كناية عن الفصاحة وروح الفكاهة والدعابة التي تتمتع بها هذه الطفلة. الطفلة الصغيرة كانت في هذا الوقت البيت كله مشغول بالاستعداد بعيد الأضحى. الأم كانت تبدأ في إعداد المنزل وتنظيفه وإعداد الفطائر والمخبوزات، وقد ذهب الكبير إلى الحذاء والبعض الآخر إلى الخياط، وصاحبنا في عالمه المستقل. صاحبنا اللي هو الصبي في عالمه المستقل، ملوش دعوة باللي بيحصل حواليه. شعرت الطفلة في الرابعة وهي في الرابعة رابحة من عمرها ببعض من الفطور والهموض، وكلمة الفطور والهموض يعني الضعف، وأصابها شيء من الحمى. الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة، والأم كانت تعني بها من حين إلى آخر، وذلك لانشغالها بإعداد المنزل والفطائر والمخبوزات. وفي اليوم الرابع عندما وضعوا مائدة الطعام، فالكل كان يجلس، ثم سمعوا صيحات منقرة من الطفلة. فكما وضعت حملت مائدة الطعام ودخلوا على الطفلة، فوجدوا الطفلة تحشرج أنفاسها. كلمة تحشرجت أنفاسها أي امتنعت أنفاسها في الصدر أو في صدرها. بدأت الأم تعني بالطفلة وتدعو للطفلة، ثم سكنت الطفلة لحظة والكل ينظر إليها، فظنت الأم أن الألم قد انتهى وقد فارقها الألم، ولا تعلم أن الروح هي التي فارقت الجسد. ماتت الطفلة الصغيرة نتيجة للإهمال، كما فقد صبينا عينيه أيضا نتيجة للإهمال. الصبي بيبكي في الحته دي ويقول ان هو فقد عينيه نتيجه للاهمال لما اصيب بالرمض او المرض، وجاءت به ببعض السائل، وجاءت اليه بعض السائل اللي هو صبر الدود ده، وكان هذا السائل يؤذيه بلا جدوى، وكان لا يبكي ولا يشكو حتى لا يكون شكاء بكاء مثل اخته الصغرى التي فارقت الحياه. ماتت الطفله نتيجه للاهمال، كما فقد صبينا عينيه نتيجه ايضا للاهمال. الغريب والعجيب الذي يتعجب منه الصبي في هذا الموقف ان الطفله تتالم وتتوجع وتشعر بالآلات والاوجاع 4 أيام، ولم يفكر أحد لها في استدعاء الطبيب. لم يفكر أحد في استدعاء الطبيب. لماذا؟ لأن لنساء القرى فلسفة آثمة. كلمة آثمة أي مذنبة خاطئة ضالة. لنساء القرى فلسفة آثمة، فهن يزدرين أو يزدران الأطباء، بيزدروا الأطباء وبيحتقروا الأطباء، وكل طفل يمرض فإنه سوف يبلى في يوم وليلة. يبلى يعني يشفى في يوم وليلة، وبيعتمدوا في تشخيص أمراض أطفالهن على الإثم والخطأ وليس على العلم. كل النساء بتوع القرى
الفلسفة بتاعته فلسفة آسبة. يعني ايه كلمة فلسفة آسبة؟ مذنبة، خاطئة، جاهلة. ازاي؟ اي طفل يمرض انما سيبلى في يوم وليلة. كلمة يبلى يعني يشفى في يوم وليلة، ده لوحده. ثم بيعتمد في تشخيص الامراض على وصفات خاطئة جاهلة آثمة. طبعا هذا ما يسمى بالجهل الريف، وخاصة في هذا الوقت. ماتت الطفلة نتيجة للإهمال، ووارى الأب والشيخ ابنته في التراب، والأم كانت تبكي وتلطم خديها، وقد خدش الحزن صدرها وهي لا تعلم لماذا فارقت الطفل الحياة. العجيب في هذا الموقف كما قلت أن الطفلة تتألم منذ أيام ولم يفكر أحد في استدعاء لها الطبيب. نعم، خلينا في عين. طبعا منذ هذه اللحظة لم تنقطع أواصر الحزن عن البيت، فقد فقد الشيخ والده، وفقدت الأم والدتها. الشيخ أبوه مات، جده أبوه، وماتت جدته ام والدته. ومنذ هذه اللحظه لم تنقطع اواصر الحزن عن البيت، واعتادت الاسره على زياره القبور والموتى بعد ان كانت تعيب زائر الموتى. كانوا بيعيبوا على زائر الموتى، اتعودوا بقى ان هم يزوروا الموتى. كلما وضعت مائده الطعام نظر الأب إلى الأم، ونظر إليهم الأخوة والأخوات، ثم بكى الجميع، وترفع المائدة كما توضع في كل يوم. وكانت الكارثة والفاجعة العظمى. بعد ذلك عام 1902 في شهر أغسطس كان له أخ في 18 من عمره، عنده 18 سنة، قد حصل على البكالوريا. البكالوريا شهادة ثانوية، وكان أنجب وأذكى الأبناء، والتحق بمدرسة الطب، دخل مدرسة الطب اللي هي كلية الإيه؟ الطب. هذا الفتى كان أبر الإخوة والأخوات بوالديه، وكان أكثرهم عطفا وحنانا ورعاية ورفقا ولينا مع الصبي. وكثيرا ما تحدث إليه الصبي أنه سيذهب معه إلى القاهرة فيكون الصبي في الأزهر، ويكون هذا الفتى في مدرسة الطب. للأسف مصر في هذا العام عام 1902 أصاب مصر وباء خطير يسمى وباء الكوليرا، وقد محى مدن وقرى كاملة. كان وباء ومرض، مشكلة مرض خطير جدا وباء الكوليرا ده. الأعراض بتاعته القيء، وهو ارتجاع ما في داخل البطن، ثم الغثيان، والغثيان هو التهيؤ للقيء، والحمى والفطور والهبوط والضعف. فطبعا من يصاب بالكوليرا فقد يفارق الحياة. في الوقت ده كانت العاصمة في القاهرة واسكندرية بيبعتهم طبيب كبير مخضرم في الطب، يقيم خيمة ثم يعالج أهل القرى. وقد حدث هذا في قرية الصبي، وقد طلب الفتى من والده بما أنه سيكون منتسبا لمدرسة الطب، وقد انتسب بالفعل، أن يساعد الطبيب الذي يأتي من العاصمة. فوافق والده وساعد الفتى الطبيب، وكان الوالد والشيخ فخورا بابنه أنه يساعد الطبيب. وقد زعم هذا الفتى لإخواته أكل الثوم وقاية من الكوليرا، وقاية من الكوليرا. وفي يوم بعد انتهى العشاء وأوى كل منهم إلى فراشه، عاد هذا الفتى وشعر بالقيء والغثيان بعد سهرة مع أصحابه. وكان يخرج في الليل من غرفته يمشي على أطراف أصابعه وهو يبدأ بالتهيؤ للقيء، وهذا خوفا من أن يقلق والديه. هكذا كان برا إلى أبعد الحدود وأقصى الظروف والدرجات البر بالوالدين والإحسان إليهما. ثم استيقظت الأم فجأة فوجدت أنه ينظر إليها وهو في قيئه وألامه. وكان الشيخ في هذه الليلة خليق وجدير بالإعجاب،
فقد فصل هذا الفتى عن إخوته. ثم دخل رجلين، دخل رجلان من جيران الصبي وظلوا أو ظل مع الأم لينظر إلى هذا الفتى. وخرج الشيخ لإحضار الطبيب، وكانت الأم في هذه اللحظة أول مرة في حياتها أي تكشف على رجال كما يقول الصبي. ولكن الأمر هنا الأمر مفزع ومهلك، فالذي يمرض الآن هو طالب الطب. أمر الإخوة والأخوات، كان الطالب يتألم ويتضور، كلمة يتضور يعني يتلوى من الألم الذي داخل بطنه. طبعا بدأ الولد في مرضه، وكانت الأم عندما يستأنفه القيف هي معه، ثم عندما يبعد عنه فتتركه على فراشه وتجري إلى الدهليز، والدهليز هو المدخل من الخارج إلى الداخل والجمع دهاليز، وتنظر إلى السماء وتتضرع وتدعو أن يشفيه الله، ولا تصمت شفتيها ولا يكف لسانها عن الدعاء. وعندما يبدأ في القيء فترجع إليه مرة ثانية وتحمله على صدرها. برر الرجلان اللذان كان واقفا أمام هذا الفتى أنه لن يموت، بيقولوا له كده بيطمنوه أنت مش هتموت. فقال لا أخشى من الموت، أنا لا أخاف من الموت، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلست خيرا وأفضل من النبي. هكذا كان قلبه عاملا بالإيمان، بالرغم أن هذا الفتى لم يكن متدينا بالمعنى المطلوب والمرجو، وذلك لأنه من أصحاب الدروس والمدارس، ونحن نعلم أن أصحاب الدروس والمدارس يكونون مقصرون في العبادات، احنا مقصرين في العبادة بسبب الانشغال. فطبعا بيقولون لست خيرا من رسول الله، لست خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفجأة حضر الطبيب وطلب منهم ان يفصل هذا الفتى عن الاخوة والاخوات، ووصف له الدواء. ثم نظر إليه الأب فوجد أنفاسه في صدره، ثم شعر لحظة أنه لا يشعر ولا يحس بقدميه، وكانت الأم تضع يدها على قدميه هي وأخوته، ويحاولون تدليك قدميه ولكن بلا جدوى، فالملاحظ أنه يحتضر. ثم طلب هذا الفتى من والده أن يبرق، كلمة يبرق يعني يرسل برقية، خطاب بسرعة للأخ الأزهري وعمه في أعلى الإقليم، لي عم في أعلى الإقليم وعايز يشوف أخو الأزهري. ذهب الشيخ ليفعل ذلك، ولحظة قد سكن الألم، وظنت الأم كعاداتها أن الألم قد سكن وأن الألم قد فارقه، ولا تعلم أنه أن الحياة هي التي فارقته. فانفجرت الأم باكية ووهي صبرها، أي ضعف صبرها وجلدها، وانفجرت باكية. وصاحبنا يجلس منزوى في الحجرة، يجلس القرفصاء، وكان منكس الرأس والقرفصاء أي لاصقا بطنه بفخذيه، ولا يريد أن يسمع ما يدور، مش متخيل أن الوقت فعلا فارق الحياة. انفجرت الأم باكيا فأخرجها إلى الخارج الرجلان، وبدأ الرجلين يدعم على هذا الفتى اللسام، وكلمة لساما هو ما توضع على فم وأنف المتوفى، والعصابة على رأسه. وقد جاء عمه ولم يراه إلا وهو جثمان في النعش، فقد ألحق به عمه من أعلى الإقليم وهو جثمانا في النعش. مات طالب الطب، وانفجر الصبي باكيا، ولا يعلم الصبي أن الدهر هكذا مر، كان يظن أن الدهر كله حلو ولكن بلا جدوى. ومنذ هذه اللحظة تغيرت نفسية الصبي، فمن أراد واعظا فالموت يكفيه. تغيرت نفسية الصبي وأراد أن يحط ويمحو سيئات أخيه. شو بقى
عقل عيل صغير مش فاهم حاجة عايز يشيل سيئات أخوه، لأن أخوه من أصحاب المدارس والدروس ومقصر في العبادة. لقد فرض الصبي الصغير على نفسه الصلاة مرتين والصوم شهرين والصدقة وقراءة القرآن، كل هذا من أجل طالب الطب. الأخ الأكبر الذي كان في 18 من عمره هكذا، كان الصبي يصلي الفجر مرتين وصلاة الظهر مرتين والعصر مرتين والمغرب مرتين والعشاء أو العشاء مرتين، كل يوم بيصلي الصلاة مرتين. يصوم شهرين في السنة، شهر رمضان يصوم ليه ويصوم الشهر الثاني لأخوه. مش بس كده، لما كانت أمه تديله حاجة يأكلها وتبني صدقة حاجة بسيطة جدا، وهم انت عارف ان هم يعني بيمتازوا بالفقر، ان الفقر عندهم دميزة، ده حاجة هم اعتادوا عليها خلاص وتعودوا عليها من قديم الأزل. فعلا ياخد اللقمة يأكلها ويترك جزءا صغير ليتصدق به لأخيه. وعندما دخل الأزهر كان يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد كثيرا لأخيه، وأيضا ينظم شعر في رساء أخيه يرسوه ويبكو أو يبكي عليه كثيرا. وأيضا كانت علة هذا الأخ المتوفي صورته وهيئته كانت تتمثل له كل يوم في منام. ما كانش بيجي طالب الطب ده غير لاتنين، للصبي وللأم، بيشوفوا يوميا، شوف الوفاء، بيشوفوا يوميا في المنام. وعندما كبر الصبي لما بقى طه حسين بقى يشوفه مرة كل أسبوع، ظلت علة المتوفى تأتي إلى الصبي كل يوم في المنام. وعندما كبر فكان مرة أسبوعيا، فضل يشوف أخوه في المنام مرة كل أسبوع. هكذا تغيرت نفسية الصبي وعلم أن الله حق وأراد أن يحط وأن يمحو سيئات أخيه، ففرض الصلاة على نفسه والصوم شهرين، وكان يتصدق ويقرأ سورة الإخلاص وينظم شعر الرساء لأخيه، وكل هذا حتى يحط من سيئات أخيه، أي يمحو من سيئات أخيه، لأن أخيه المتوفى كان بارا بوالديه وكان رفيقا ومحسنا إليه، ولكنه من أصحاب الدروس والمدارس وكان مقصر في العبادات. هكذا قلت حتة مهمة جدا في البداية، أغرب حاجة زعلت الصبي لما أخته ماتت، لما ظلت الطفلة تتألم 4 أيام ولم يفكر أحد في استدعاء الطبيب، لأن الجميع يزدري الطبيب. ما معنى كلمة يزدري؟ يحتقر الطبيب ويعتمد على العلم الآثم، الآثم الخاطئ الجاهل في تشخيص الأمراض، فأي طفل سيمرض أنه سيبلى ويفيق في يوم وليلة، أي واحد هيعيا فهو يوم وليلة وهيفوق إن شاء الله. هكذا كانت سهام القدر، وهكذا علم من هو ملك الموت، علم من هو ملك الموت في هذا الوقت. وقد رأى ملك الموت عندما بحث عن أخته الصغرى فلم يراها ولم يسمع صوتها، العزب الفصيح، وعندما لم يسمع كلام وإشفاق وإحسان الأخ طالب الطب. طيب النقطة الثانية النهاردة معانا